بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معالي الأخ أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، سعادة الأخ عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وأعضاء الوفود البرلمانية العربية، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في البداية أن أتوجه إلى البرلمان العربي رئيساً وأعضاءً بالشكر الجزيل للدعوة الكريمة لعقد الاجتماع الرابع المشترك بين البرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى تفعيل كل أشكال التنسيق والتعاون والتشاور حول القضايا الكثيرة والملحة التي تشغل الأمة. وكالمعتاد عندما قرأت مشروع وثيقة مؤتمرنا هذا ببنوده 12، تبادر إلى ذهني نفس الهاجس الذي يتردد كلما قرأنا مشاريع الوثائق العربية والمتعلق بحجم القضايا المركزية الملحة التي تعاني منها أمتنا العربية، والتي تتراوح بين ملفاتها القديمة المزمنة كالقضية الفلسطينية وبين الأزمات السياسية المستجدة التي ما أن نغلق ملفا فيها حتى يستجد ملف آخر في حلقة مفرغة من المعاناة المستمرة. وعندما أنظر إلى العناوين العريضة للأزمات السياسية والصراعات المستجدة التي وردت في مشروع الوثيقة والواجب التعاطي معها كالأزمات اليمنية والليبية والصومالية والسورية واللبنانية والسودانية، أشعر بحزن شديد وقلق متعاظم. ليس لكثرة تلك الأزمات، فهذا أمر وللأسف اعتدنا عليه، بل بسبب الحقيقة التي تمثل أمامي وأنا أرى عناوين تلك الأزمات، وهي أننا طالما فشلنا في إشاعة الاستقرار في دولنا العربية، وأضع ألف خط تحت كلمة الاستقرار، فإن الحديث عن باقي الملفات الواردة في الوثيقة والتي هي غاية في الأهمية يصبح نوعا من الترف. ونعرف أن تلك المعادلة ملتبسة وحمالة أوجه، لكن فعلا كيف يمكن تفعيل ملف تمكين المرأة العربية في ظروف الاحتراب؟ كيف يمكن أن ننجح في تثوير ملف الشباب العربي في أزمنة التصارع العسكري الأهلي؟ كيف يمكن أن نتحدث عن ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان ولسان حال الكثير من البقاع العربية للأسف أن لا صوت يعلو فوق صوت المعركة؟ وهكذا تنسى الملفات المهمة ويتم إهمالها، لأن لسان حال الكثير أننا لا نملك طرف التعاطي معها في ظل انعدام الاستقرار والأمن والطمأنينة المجتمعية في الكثير من دولنا للأسف، وهذه مفارقة محزنة جدا. لكن ومع كل ذلك اجتماعاتنا العربية مهمة، وتنسيقنا المستمر بين كل الكيانات المؤسسية العربية وخاصة الشعبية والأهلية منها مهم، لأن البديل هو أن نعيش وكأننا في جزر معزولة، ويصبح الوطن العربي بمثابة أرخبيل من الأقطار التي تفتقد إلى الحد الأدنى من التواصل والتفاعل والتضامن، وهذه صيغة غير قابلة للتطبيق لأسباب استراتيجية واقتصادية وثقافية، ولأسباب تتعلق بمنطق العالم الحديث. لذلك فإن خللا ما يحدث في دولة عربية ما مهما كان بعدها الجغرافي هو مؤثر على دولة أخرى بالتبعية، إن لم يكن اليوم فبعد حين. هذا هو منطق عالمنا الراهن، وعليه فإنني أؤكد على أن ما تضمنته الوثيقة من ملفات هي مهمة جدا، ولكن التنسيق بشأنها أكثر أهمية. علينا أن نرتب الأولويات ونتحرك وفق آلية تنسيق عالية، وأن يكون خطابنا موحدا قدر الإمكان، وهذا لا يأتي إلا بالتشاور المستمر والتحاور الدائم وفتح باب النقاش والعصر الذهني بشكل متواصل. وبالختام أتوجه مرة أخرى بالشكر الجزيل لجامعة الدول العربية والبرلمان العربي على استمرار عقد هذا الاجتماع المشترك، آملاً أن تستمر مثل هذه الاجتماعات سواء على مستوى رؤساء البرلمانات أو حتى على مستوى ورش العمل وجلسات النقاش ذات الطابع التقني والتفصيلي والعملي والفني. ونحن في البرلمان الكويتي نؤكد استعدادنا الدائم لاحتضان أي نشاط مشترك على مستوى البرلمانيين أو الأمانات العامة للبرلمانات لبحث مختلف الملفات التي تهم دولنا العربية كافة. شكراً على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.